ميني ستوديو. Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant soufflant dans les grands sapins verts. Wow! أنا كتير بحب زين شجرة الميلاد. وأنا كمان، بس عطول بالبيت عم نتخانق مين بده يزينها. وليش تتخانقوا؟ عندي بالبيت كلنا منشارك بزينة الميلاد. طيب خبريني كيف السابان عندكم بالبيت؟ سنة قررنا نغير وجبنا سابان بلان مثل هيدي الصناعية وحطينا لها دابول غوج. يعني لونتوا بالألوان التقليدية الأحمر والأخضر. أما عندي بالبيت غيرنا العادة، جبنا سابان كتير كبير وحلو وزيناه بطريقة مهضومة كتير. هلأ بدنا نروح نلعب سوا بـ Let's Play. هاي، اليوم إجوا لعنا جاد وتالا على الاستوديو تيلعبوا معنا، رح نتعرف عليهم. تالا بعيني عمرها 12 سنة، بتحب تصير حكيمة، ما بتحب أبداً الباستا ولا الصوص الحمراء. جاد رسامني عمره 12 سنة، بحب كتير مدام درويش وما بحب أبداً حدا يقص له شعراته. هدف اللعبة إنه نلبس أكثر عدد كوستيم بيرنويل موجود بالعالم. أنا مع تالا وأنا مع جاد، نحن رح نربح مش هيك؟ لا، نحن رح نربح. 3 2 توب يولو. يلا يلا لا 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 يلا جاد يلا جاد يلا 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 ما في شعرات. 5 4 3 2 1 ستوب. جاد جمع 1 2 3 4 5 خمس قطع، وتالا لبست 1 2 3 4 5 6 7 8 8 قطع، يعني نحن ربحنا. مبروك، ورح نرجع نشوف كيف لعبوا واي هديه ربحت تالا. وهيدي هديتكم، مجموعه غراض سوفينير لميني ستوديو، تقدمت ميني ستوديو. مبروك. كنت عم خبرك قبل شوي أغنلا عن الشجرة يلي رحنا ونقيناها بالغابة. نقيت الشجرة من الغابة؟ إنه وحدة يعني طبيعية؟ خبرتك قبل إنه غيرنا العادة، ليه عم تستغربي؟ جيسيكا، ما لازم نقص الشجر. ما قصيناها أغنلا، أخذنا الشجرة مع جذورة وبكرة بس يخلص العيد بنرجع وبنزرعها، لأنه رفيقي بأمريكا خبرني إنه عندهم هيك بيعملوا، فقررت إنه السنة اتبع نفس التقاليد. كتير حلوة الفكرة، يا ريت كنت بعرف قبل. بس تعرفي شو، السنة الجاية رح روح أنا وأهلي ومنقي وحدة طبيعية. وأنا بشجعك بهيدي الفكرة. بدنا نشوف مين بعتنا بطاقة معايدة. أوكي، أي شخصو منقي؟ هيدا. لا، أنا بدي هيدا. معلي؟ طيب أوكي، هون في رسالة وفي صورة. هيدا صورة كلاريتا أشقر يلي عمرها سنة. وهلا بنشوف الرسالة. ساعديني. هيدي الرسالة من عماد زكور يلي عمره 7 سنين، بيقلنا جوايو نويل، بحب كل الميني ستوديو ممبرز، بحبنا كثير وبيتمنى لنا عيد سعيد، بحب أكثر شيء فكرة التوب 10 كارتونز كاركترز وسوت لبيتر بان وتوم اند جيري. بنقول له نحن كمان جوايو نويل وبنشوف سوا شو ربح. وهيدي هديتكم، مجموعة غراض سوفينير لميني ستوديو، تقدمت ميني ستوديو. مبروك.
lapin roi des forêts que j'aime ta verdure. كل واحد منا بيلاقي انه شجرته يلي عملها بالبيت هي احلى شجره ومعه حق لانه هو بيكون تعب عليها وزينها مثل ما هو بيحب. فاذا هالعاده بتزيين الشجره باخر السنه حلوه كثير وموجوده بالعالم كله، ودائما منزين شجره يلي هي بتضل خضره كل السنه من نوع الكونيفير. هالشجره كمان بتصير حلوه كثير لما بتتلج الدنيا وبتصير كلها بيضة والغابه كلها بتصير بيضة. شفتوا قد ايه مهم انه نحافظ على الشجر؟ طيب هلا تنرجع لارشيف الام تي في، من زمان كنا نعيد العيد ونعمل شجره حلوه كثير بالاستوديو وكنا نغني كلنا سوا اغاني الميلاد، غنوا معنا بليتس ريمبر. بارنيلا كنت تحب البرنسيس انت وصغيره كثير، وكنت على طول فكر انه يوم من الايام رح يجي امير الاحلام وياخذنا على حصانه الابيض. ايه بس هو بس بالقصص الخياليه. بتعرف بس ليه عم تسالي؟ لان ليك شو جبت؟ يي هيدي ترانسفورمينج بامبكن. ايه هيدي الكاروس اللي جريت سوندريون على الحفل وقت التقيت بالامير، وانا كثير بحب احلم بالامير. هيدا الامير اسمه فرانسوا شي لانه هديك المره رقصتي معه ولحق بالسكربينه وقتها صارت الساعه 12. خلاص. طب اوكي هيدا الكاروس فهمنا، بس انه كيف بتتحول لبامكن؟ لانه على الساعه 12 بنعرف انه بتتحول كل الاشياء وبترجع لطبيعتها، وتاتيانا بترجع على ميني ستوديو. اوكي هيدي السيتخوي جريت سوندريون هالحفل، بس الساحره المنيحه قالت لها انه على الساعه 12 كل شيء بيرجع لطبيعته، يعني بترجع بومكن رح تعدي للساعة لثلاثة وأنا رح أرجع بومكن. أوكي أن دو إي تخوا هيك رجعت بومكن وسونتريون صارت تبكي لكن كثير عبالها تبقى بالحفل. يا شو مهضومة. طيب وهولي شو؟ ما بتعرفي؟ ما هيدي مش بس هيك بتعمل مع سونتريون، في كمان حورية البحر اريال بتشيلها الفستان وبترجع حورية بحر، وكمان يي هيدي ريبانزل بتعرفيها؟ ايه ريبانزل يلي شعرها طويل وكانت مزروبة بالقصر وبالاخر بخلصها الامير. ايه بدي اخبرك شيء، بتعرفي انه سنو وايت يعني بلانش نيج هي اول برنسيس ديزني عملوها، يعني جابوا الكاركترز تبعها وحطوهم وعملوا فيلم. يي عن جد انا كثير بحب سنو وايت. عن جد؟ ايه طيب بدي اقول لك مين ثاني برنسيس؟ اوكي سوندريون. ياي رح اقول لك اياهم بالدور. اوكي اول برنسيس كانت سنو وايت يعني بلانش نيج، بعدين عملوا سوندريون سندريلا. سندريلا بعدين مين عملوا؟ لابيل او بوا دورمونت. بعدين صار في اريال حورية البحر، بعدين عملوا بيل، وبعدين كلهم اجوا، وبالاخر اخر برنسيس اللي هي اجدد وحده ريبونزل. بس بتعرفي كثير صعبه يعملوا فيلم. ايه بعرف انه لتسجلي الصوت وهيك كثير صعب عن جد، انه بدها كثير تكنيك. طيب بدك نحضر فيلم؟ انا كثير اشتقت احضر هول الافلام. اوكي بس اكيد بدك تحضري معي او إيه؟ مع
لا بدي احضره معك وبدنا نعمل بوب كورن وبدنا ناكل سوا. بس قبل بعثوا لنا اسمكم ورقم التليفون تبعكم على عنوان ميني ستوديو لتجوا لعنا وتصوروا معنا وتربحوا هديه كثير حلوه بنشوفها سوا. هديتكم من كريولا هي مجموعه الوان كريولا كبيره كبيره. سي وات هابنز وين يور ا باربي فاشن فاشن فاشينيستا فاشينيستا وين يور ات ذا بول فاشينيستا سيتين اون ذا ترند فاشينيستا شوبينج وذ يور فريندز فاشينيستا party. Barbie Fashionista styles fashions and fashion packs each sold separately. اليوم كلنا سوا رح نكون عم نودع حدا بقي معنا من ال 21 سبتمبر وانا كثير مبسوط لانه جاي حدا محله رح يغير كل شيء. وكيف عرفت عن شو كنت عم بحكي؟ فيليب مين ما بيعرف انه اليوم اخر نهار من فصل الخريف وبكره ببلش فصل الشتاء. مزبوط، اليوم اخر نهار من فصل الخريف، انت بتحب فصل الخريف؟ كثير، بحبه كثير ورق الشجر الاحمر. اوكي. بدك فرجيك فيديو؟ اكيد. اوكي. I watch the birds fly south across the autumn sky. And one by one they disappear. I wish that I was flying with them. No, you're not here. Like the sun through the trees, you came to love me. Wow, الغنية كتير حلوة والصور كثير مهضومين. هلا ما قدرنا نشوف كل الصور، شفنا صورتين او ثلاثه بس. ليك فرانسوا كنت بدي اسالك، في من هول المناظر بلبنان؟ مش زيت انواع الشجر بس اكيد في شجر احمر. في شجر احمر بس مش بكميه كبيره مثل بالولايات المتحده او بكندا، لانه بلبنان مش مثل من زمان كانوا مغطين كل الجبال من شجر، صار كثير غير من قبل. في بنا كثير وبطل في بطلنا كثير عم نحافظ على البيئه. أكيد. انا بلاقي انه لازم كثير نحافظ على البيئه لانه لبنان ما بيشكي من شيء وفيه كل المنازل الموجوده بكل العالم مع انه هو بلد كثير صغير، بس المهم اكثر شيء نحافظ على البيئه تيصير عندنا منازل مثل هول. بتعرف شو فينا نعمل؟ شو فينا نعمل؟ كل واحد منا في يزرع شجره حد بيته. اكيد هي ما بتاخذ كثير وقت، بس هي الفكره انه رح تاخذ بعدين كثير وقت تكبر الشجره وتصير حمراء وخضراء وهيك حسب الفصل. بس تعرف انه في نوع اشجار ما بيغير لونه. مزبوط، مثل السبان اللي حكينا عنه كمان بهالحلقه، انه السبان اول شيء ما بيغير لونه، وثاني شيء ما بيتسقط اوراقه بفصل الشتاء وبيتغطى كله بالثلج. يعني بيضل اخضر، ومثل كمان ارزه لبنان بتضل خضراء. طيب خلينا نطلع اليوم على سكي ونشوف، لانه طلع صار في ثلج فوق على الجبال. اوكي. أبيض أحمر أخضر شوكولا أطيب أكتر ساندويش طرطة دارتي بنان فريزا ماندرين تيكي لكيف ما بدك. طفل ما بيعرف يمثل، لما يحب بحب من قلبه. نكريمة من القلب. رشاد؟ وين رشاد؟ طول عمرها تركض على الأكل. رشاد؟ جيت جيت كريستيان. كيفك؟ هاي رشاد، كيفي؟ كنت برا عم اتفرج على السبان عم بيعملوها، كثير حلوه وعليها قصص كثير طيبه مثل الكان تبع فير نويل. اول ما يفلوا رح اطلع اسرقهم اكلهم. لا يا عمي اوعى، اوعى تسرق اغراض غيرك، حرام تنزع السبان وشكلها. يا عمي ما كثير بتشهي. طيب طب مالي، ما انا هون دائما بعملك دسه وبتاكليهم. طب ليك كنت عم تعيط لي اصلا؟ لانه انا اليوم قررت لعبك لعبه، انت دائما بتحذريني. مزبوط، انا اليوم قررت احذرك. اكيد رح احذرك، كل شخص بالاكل بعرفه. انا شيء موجود بكل الاكل وفي منه كثير وعندي فوايد كمان. شو هاي كثير صعبة كريستيان؟ صعبة؟ خبرني شيء غير عن هذا الشيء. في مني A B C D. خلص خلص ما تكفي عرفتها، الفيتامين. الفيتامين مزبوط. في منه A B C D E F. لوين لوين لوين؟ بس بس مزبوط نسيت. في A B C D E K. والفيتامينات موجودة بكل الأكل وكثير مهمة للصحة. وأهم شيء مثلا فيتامين A. بدك خبرك عن فيتامين A؟ أكيد. أوكي. فيتامين A موجود بكثير خضرة وفواكه كمان، مثلا بالبروكولي، بالكيوي، البندورة، بقدونس، ليمون والحامض، وكمان بالحليب والبيض، وعنده كثير منافع. الفيتامين A كثير بيقوي العظم وبيقوي الاسنان وكمان بيقوي النظر، يعني كثير مفيد. اكيد كثير مفيد. طب هلا صرعت الدسات. اكيد انا خبرتيني كل هالمعلومات المفيدة، حملك دسات كثير طيب على شكل سابان، هي فيك تاكل السابان. اوكي، هيك بطل اسرق شي من عند حدا وباكل سابان كامل. مظبوط، نحن عندنا هذا الشكل رح ندهنه من كريمة واكيد بدنا نزينه. فينا ندهنها بالنكريمه الوايت شوكليت
اللي هو لونه ابيض. مزبوط. في عندي هون جيرلان ثاني كمان. اوكي بدنا نحط بول كمان. اكيد. وانا بس خلص رح اكل بروكولي وكيوي تقول النظر والليمون وبقدونس بندورة كرمال العظم. كل هول هلا بدك تاكليهم؟ ايه بدنا نبش على بعض كم شغله تقول السنان. انا شو خبرتي؟ كم فاكهه وخضره بتاكلي بالنهار؟ 5 فاكهه وخضره بالنهار. قدي لي اياهم هول. 1 2 3 بس في. كيف 3؟ اكثر من 3. 1 2 3. طب خلص اوكي هون ستة. طيب رح اكل بس 5 خلص. اوكي برافو. أوكي. هلا اصحابنا اذا عملوا الدسات بيت شو لازم يعملوا رشان؟ لازم يتصوروا حدو وعلى قفا الصوره يكتبوا اسمهم عنوانهم ورقم التليفون. نحن بيبعثوا لنا اياها على بريد الام تي في اللي عم بيقطع قدامهم على الشاشه، ونحن بنتصل فيهم وبيجوا لعنا على الاستوديو بيصوروا معنا حلقه وبيربحوا هديه كثير حلوه من نيكريما بنشوفها سوا. هديتكم من نيكريما هو كوكينج سيت تتعملوا الاشياء الطيبه اللي بنتعلمها بميني استوديو. ابيض احمر اخضر شوكولا اطيب اكثر ساندويش تورته وتارتي بنان فريزه ومندرين تقلها كيف ما بدك. طفل ما بيعرف يمثل لما يحب بحب من قلبه. نكريمة من القلب. في عدة طرق كتير كرياتيف وجداد ومهضومين لواحد يزين السابان. عن جد؟ مثل شو؟ جبتلك معي كتير صور هيك منشوف عدة سابان منوعين ومنشوف كل بلد كيف بيزين شجرته. اوكي خلينا نشوف. يلا رح نبلش هلا ببيروت سو نشوف الشجره يلي عملناها. كثير مهضومه. واو. بدنا نغير بدنا نشوف شجره معموله من قنينه قزاز. كثير سهله الفكره. هيدا الفايبر اوبتيك تري كله عم بتضوي. في الشجره اللي بيعملوها ببرلين. هيدا الشجره انعملت عنا بالال اي يو. اوف شو شاطرين. شجره معموله من كتب. عن جد كثير كرييتيف. هيدا معمولة من تيدي بيرز. هيدا بتشاينا. مزبوط. هون شجرة كمان كثير مهضومة. اه ايه على البناية. هيدا معمولة من كان. مهضومة. هيك بنعمل ريسيكلاج وما بنكب التنك، بنعمل منهم شجرة. صح. هيدا الشجرة كمان معمولة من بريوش. هون شجرة حلوة كثير كمان. هيدا حذاري وين؟ كمان بتشاينا. اه ايه صح. Let's dance. هاي انا غانيلا وانا اليوم معكم تنتعلم رقصه جديده، بس مثل ما تعودتوا قبل ما نبلش حيلا رقصه لازم نحمس جسمنا ونبلش بالقشف معه. فاول شيء رح نبلش بايدينا مثل ما انه هلا نحن كريسمس وسقعه رح نعمل كان عم نعمل سكي لقدام برجع لورا منشد شوي هيك نتحمس. اوكي هلا بننتقل لاجرينا، رح نبرم اجرنا كثير بنحميها كانه بدنا نشوط الطابه، بعدين بعد ما حمينا منيح رح نشوط، بس ما فاتت لازم تكون اقوى تتقدر تفوت الطابه، فرح نرجع نجرب بتاني اجر، رح نحميها كثير كثير منيح، نبرم 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 ورح منشوط. اوكي هلا انتم صرتوا جاهزين تترقصوا معنا، وهلا هالفتره كريسمس فكرمال هيك رقصتنا رح تكون سبيشال على موبو سابا. أكيد إنه عم تتمرنوا بالبيت، خلينا نذكر الرقصة ونكفيها. 1 2 3 4 تاني إيد 1 2 3 4 لفوق 1 2 3 4 تاني إيد 1 2 3 4 ومنبرم منبرم إيدينا ومنزيح 1 2 3 4 منقطعن قدام وجنا ومنزيح 1 2 3 4 من قريب لقدام 1 2 منكب شي 3 4 بعدين منفتح منسكر منفتح منسكر منبروم وكليك بعدين مننط منفتح اجرنا منبروم منقعد منوقف نقعد نوقف بعدين نفس الشي منزيح 1 2 3 4 5 6 7 8 هلا رح نكفي كأنه عم ندل هلا رح نكفي كأنه عم ندل على شيء ولاحقينه بعدين عم ننط 1 2 3 4 بعدين نعمل سلايد كبيرة ومنبرم نفس الشيء بس هالمرة بهالإيد منلحق شيء بعيوننا بعدين عم ننط بعدين عم نفتح إيدينا ومنبرم خلصنا لليوم بعد في بكرة منخلص الرقصة Let's dance.